دول اللي تعرف باسم اوبيك بلاس او اوبيب بلس بالفرنسيه، اوبيك اوبيك بلاس بالانجليزيه، داروا اجتماع التقوا، لكن التقوا طبعا بشكل غير مباشر، التقوا فيرتيال بشكل عبر الانترنت. وبعد الفوضى الحادثة في أسعار البترول وفي الساحة البترولية، واللي أدت إلى أن الولايات المتحدة، يعني من حيث أن الناس ربما ما كانوش ينتظروا هذا كثير، تطورات الأوضاع في العالم جعلت الولايات المتحدة بأنها اليوم هي أكبر منتج للبترول، وفي حين كانت الولايات المتحدة ترحب وبشدة لأي انخفاض أو انهيار لأسعار البترول، فإنها أصبحت الآن تنزعج وبشدة، إلى درجة وجدنا 48 نائباً 48 نائباً من النواب الأمريكيين يندد بشدة ببن سلمان، ويبدأ في معاقبته ويهدد بمعاقبات شديدة. شكراً للأخ اللي تفضل الآن بالتبرع. وأيضا وجدنا صراع روسي سعودي، وفي الحقيقة هو صراع روسي أمريكي سعودي. طبعا ما نقدرش نقولوا السعوديين يدخلوا في صراعاتهم، في الغالب آل سلمان وهذا آل سعود في الغالب يتلقون التعليمات والأوامر، لكن كانت في خصومة شديدة ما بين بن سلمان وبوتين في قضايا أخرى، لكنها أيضا مضت إلى البترول، فكان في هذا الصدام. بوتين يريد ضرب الصناعة البترولية الأمريكية، وبن سلمان يريد ضرب الصناعة البترولية الروسية، وربما بطريقة غير مباشرة الأمريكية، لأن السعودية أصبحت اليوم هي ثالث منتج. صحيح هي أكبر مصدر في العالم، لكنها هي ثالث منتج بعد الولايات المتحدة وبعد روسيا. الولايات المتحدة تقريبا كل ما تنتجه من بترول تستهلكه، روسيا تستهلك تقريبا نصف البترول الذي تنتجه، في حين أن السعودية لا تستهلك إلا في حدود الربع أو أقل مما تنتجه. المهم، هذه معركة على المستوى العالمي. للأسف الجزائر ليس لها دور. الجزائر لديها إمكانيات بترولية وغازية هائلة، جزء كبير بترولي وغازي، هذا الطبيعي، البترول الطبيعي والغازي جزء كبير مش مكتشف، وجزء كبير اكتشف ولكن تم تدميره، لأن الطريقة اللي كان يستخرج بها طريقة إجرامية. فأصبحت الجزائر بالرغم أن الكوطة تاعها هي 1,400,000، 1,430,000 بالضبط تقريبا، إلا أنها لا تنتج إلا أو لا تصدر إلا 1,030,000، فهي لم يعد يسمع لها وليس لها أي دور في هذا الموضوع. طريقة من الطرق اللي تقزمت بها البلاد في عدة مجالات، منها المجال البترولي. المهم، اليوم عملوا اتفاق، لكنه اتفاق ضعيف جدا. يعني في البداية كانت الناس تتوقع، ولذلك عاد أسعار البترول ارتفعت الأسبوع الماضي، لأنه كان الناس تتوقع أن اتفاق سيكون قوي ويؤدي إلى خفض كبير في الإنتاج. خلوني ألخص لكم، هو الاتفاق فيه ست نقاط. النقطة الأساسية هي فيه النقطة الثانية، نذكرها لكم لأن هذا أمر يهمنا فيما يدخل، لأن خبز الجزائريين العملة الصعبة 98% ل99% من العملة الصعبة تأتي من البترول والغاز كما تعرفون. إذا الاتفاق فيه ست نقاط، لكن النقطة الأساسية هي النقطة الثانية التي تقول إجراء تخفيضات على الإنتاج الإجمالي للبترول من خام النفط بمقدار 10 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 مايو 2020، ولمدة تبلغ شهرين، وخلال مدة 6 أشهر تالية، أي من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه 8 مليون، ويتبع ذلك تخفيض قدره 6 مليون برميل يوميا لمدة 16 شهرا. وأن هذا اتفاق في سنتين، شهرين الأولين يخفضوا الإنتاج بعشرة ملايين برميل، الشهرين الست شهور اللي بعدهم يخفضوه بثمانية ملايين برميل، والستاشر شهر الباقية من العامين يخفض بستة ملايين برميل. رحت شفت قبل دقائق بالضبط، رحت شفت رد الفعل على هذا الاتفاق، ضعيف جدا. البرنت يدور في 30 31 دولار فاصل، والأنواع الأخرى من البترول كلها تحت 30، ومنها حتى اللي واصل ل 22 دولار. أن البترول الآن في هذه اللحظات اللي نكلم فيكم
يتراوح سعره حسب النوعية ما بين 22 دولار و 31 دولار. هذا سعر منخفض جدا، هذا بالنسبة للجزائر، هذا السعر مش بعيد على سعر التكلفة. سعر التكلفة يدور في حدود 15 دولار، ولما يكون البئر مشترك مع شركات أجنبية أخرى، ونحن تقريبا كل ما ننتجه الآن هو مشترك مع شركات أخرى، فإننا نتقاسم معها. إذا بعناه ب 30 دولار نتقاسم معها ال 15 الباقية، أي أنه بهذا السعر الجزائر في الحقيقة تحصل على 7 دولار أو 8 دولار في البرميل فقط، فقط ليس أكثر. يعني بلدان، كاين بلدان، كاين ماليزيا مثلا باعت زيت تبيع زيت النخيل مثلا، هكذا الزيت يخرجوا من النخيل يستخرجوه بطرق معينة، راهي أفضل من النحال. كاين بلدان راهي تبيع أي شيء بأي شيء، راه أفضل حال من البترول الآن. هذا السعر تاع البترول الآن هو تقريبا تقدر تقول قيمة 3 دولارات أو في السبعينات. إذا أخذنا الدولار تاع السبعينات والآن فإننا نجد ربما في حدود 3 دولارات أو 4 دولارات على أحسن حال. في النهاية برميل البترول يساوي أقل من علبة سجائر تباع في عاصمة غربية. هنا في بريطانيا مثلا أعتقد أن السجائر تباع في حدود 10 باوند أي 12 دولار تقريبا، تحتاج أو 13 دولار، تحتاج إلى برميلين بترول باش تشري باكي تاع دخان. شفتوا كيفاش وين توصل السلع الرئيسية تاع هاد الشعوب، وين يوصل مقدارها؟ لا شيء. إذا قارنا كيفاش كانت السيارة تساوي في السبعينات بالبترول، نجد ربما آنذاك يعني الآن باش تجيب سيارة قد تحتاج إلى آلاف البراميل، في حين أن في السبعينات ربما تحتاج إلى بضعة مئات من البراميل. هذا السعر مع التخمة الموجودة في السوق اليوم ربما سينخفض أكثر من 30 دولار بكل أسف، لأن هناك آلاف الملايين من البراميل مخزنة، كل الدنيا شرات وخزنت. سعر برخص التراب، سعر البترول رخيص درجة كبيرة، فكلهم خزنوا، فهذا لا يأتي بشيء. ولذلك جاء رد فعل السوق الحقيقي، رد يوحي بالفشل وبأن هذا لا يكفي، خاصة أن المكسيكيين رفضوا أن يتقيدوا به، وواضح أن الروس عندهم نظرة استراتيجية تريد كسر البترول الأمريكي، وهم لن يتخلوا عنها. وكان قال من قبل بوتين، بالرغم أنه يخسر الآن، يخسر ملايير دولارات كل يوم، بوتين يبيع كميات هائلة، أعتقد أكثر من 7 ملايين برميل في اليوم أو 8 ملايين برميل في اليوم، لكن قال أنه بالنسبة له 42 دولار مناسب، بمعنى أن الروس سيفعلون كل ما يستطيعون أن لا يتجاوز البرميل 42 دولار 40 دولار. وفي هذا كما قلت معارك كبرى على المستوى الاستراتيجي، للأسف بلاد نحن هي خارج هذا الحسابات، لكن المؤكد أن هذا يؤثر مباشرة على الميزانية، على الدخل، على الأموال التي تأتي للبلاد في ظروف ثورة شعبية، في ظروف وباء عالمي، في ظروف نظام عصابة، في ظروف شعب يريد أن يطرد هذه العصابة، وفي ظروف الاقتصاد الجزائري ليس هناك اقتصاد. ما نقدرش نقولوا عندنا ضعف في الصناعة، ضعف في الزراعة، ما عندناش صناعات نهائيا. الإبرة ونشروها، البولون ونشروه من الصين أو من كوريا أو من فيتنام. الفلاحة هناك محاولات لناس، محاولات فردية، محاولات تاع قطاع خاص، لكن طبعا اللوبيات، الإدارة الفاشلة، الرشاوي الممتدة، الفساد العارم، الرجال، ما كان يسمى برجال الأعمال، دمروا الفلاح الصغير إلا قليلا، يعني إلا في أماكن قليلة اللي راهي ما زالت تنتج، وتنتج بطرق متخلفة في الحقيقة ومتخلفة جدا. ما هو الحل؟ مرات الناس دائما يسألوا يقول لك أعطينا حل. الحل خرجوا الناس وقالوا في 22 فبراير يجب تغيير نظام الحكم. إذا ما غيرناش نظام الحكم
فإن أنت دير واش تحب، كن أنت أفضل فلاح في العالم، كن أنت أفضل مبدع في العالم، كن أنت أفضل عالم في العالم، كن أنت أفضل طبيب في العالم، مهندس في العالم، سموا أي شيء تقني في العالم، لا أدري، أي خبير. إذا كان المسؤولين الإداريين والسياسيين فاشلين ورديئين فإنهم لن يسمحوا لك بالمرور. إذا أضفنا أنهم مرتشين ولصوص فإنهم سيطلبون أن ينهبون منك المال. ولذلك هرب عدد كبير من الجزائريين خارج البلاد لكي يبدعوا، لكي ينتجوا، لكي يصبحوا في مراكز لباس بها، وعلى الأقل لكي يديروا تجارة ولو بسيطة ولو صغيرة. والذي بقي في الجزائر في الغالب كسروا له نفسه، كسروا له عقله، كسروا له إبداعه. مرات كانوا وصلوا ناس وين انتحروا بعد ما جاءوا من أماكن وتعلموا، وكان لديهم كان واحد مشهور في قسنطينة. بدون تغيير نظام الحكم السياسي لا شيء ينجح، لأن تفعل ما تفعل، تنتج ما تنتج، يجي واحد بقرار إداري يدمرك. والناس رام يسمعوا فيها ويتذكرون قصص لهم أو لأصدقائهم أو لأقاربهم أو لأبائهم كيف تم تدميرهم لأنهم لم يكونوا من المرتشين والفاسدين.